مشاهدينا دعونا نذكركم بأداء الأسواق العالمية على مدار الأسبوع الماضي الذي كان حافلا باجتماعات البنوك المركزية. بالطبع تابعنا فيه اجتماع الفيدرالي، اجتماع بنك اليابان، اجتماع بنك إنجلترا، اجتماع بنك الشعب الصيني، حتى البنك المركزي النرويجي كان اجتمع الأسبوع الماضي. بالطبع نذكر أنه الفيدرالي الأمريكي قام بتخفيض أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع وبأكثر من المعتاد. كنا تابعنا السوبر سايز كات، خفض بواقع 50 نقطة أساس. بالطبع الأسواق تفاعلت إيجابا جدا مع هذه الأخبار. كنا تابعنا أداء قوي للمؤشرات الأمريكية نهاية تداولات الأسبوع. لاحظوا الداو جونز ارتفع بواقع 1.6% وهي مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي للداو جونز، مع العلم بالطبع أن الداو جونز كان أنهى تداولات الأسبوع الماضي عند ريكورد هاي جديد، مستوى قياسي جديد، إغلاق قياسي جديد. كذلك الأس إن بي 500 ارتفع بواقع 1.4%، كذلك هي مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. ولكن إذا ما نظرنا لآخر 6 أسابيع سواء للأس إن بي 500 أو النازداك، المؤشران يعني الأس إن بي 500 والنازداك ارتفعا بآخر 5 أسابيع من أصل 6 أسابيع، بالتالي يعني هذه المكاسب رالي حقيقة نتابعه منذ مطلع هذا العام. على كل بالطبع نذكر أنه الخفض الذي قام به الفيدرالي هو الأول منذ 4 سنوات، منذ بالتحديد مارس من العام 2020. الأمر الملفت كان ارتفاع عوائد سندات الخزانة، يعني عادة عندما يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة تتراجع العوائد بعض الشيء، ولكن تابعنا ارتفاعات قوية على العوائد. العائد على 10 سنوات كان ارتفع بقوة، نتحدث عن حوالي 2.5 نقطة مئوية، ولكن الأمر الملفت هو أن العائد على 30 عام عاد ليتداول فوق مستويات 4%. لاحظوا مكاسب قوية كانت أغلقت عليها العوائد سندات الخزانة. وبالطبع نذكركم بأداء العملات. بالطبع لاحظنا يعني بشكل عام نشهد ضعف للدولار يعني غير مستبعد، خاصة في ظل تخفيض أسعار الفائدة. لاحظوا اليورو كان ارتفع أمام الدولار بواقع حوالي 18 نقطة مئوية، الباوند ستيرلينج كذلك. بالطبع يعني أداء الباوند ستيرلينج دولار غير مستغرب، خاصة وأن الفيدرالي قام بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، في حين البنك بنك إنجلترا بنك أوف إنجلند ثبت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية. الدولار ين كان سجل ارتفاعات قوية بلغت حوالي 2%، على الرغم أنه في نفس الأسبوع الماضي يعني يوم الاثنين بالتحديد كان الدولار كسر مستويات 140 ين. على كل نذكركم كذلك بأداء الأسواق الأوروبية. بالطبع ارتفاعات جيدة كنا تابعناها على الكاك 40 المؤشر الفرنسي، على الداكس المؤشر الألماني، في حين المؤشر البريطاني الفوتسي 100 كان تكبد بعض التراجعات. بالطبع نشير إلى أن المكاسب الأسبوعية على الكاك والداكس كانت للأسبوع الثاني على التوالي، وهذه نظرة بالطبع كذلك على تداولات الأسواق الأسيوية، حيث بالإجمال صورة كانت إيجابية جدا في آسيا. لاحظوا نيكي 225 المؤشر الياباني كان سجل مكاسب قوية للأسبوع الثاني على التوالي. المؤشر التوبكس المؤشر الياباني الأوسع نطاقا كذلك مكاسب فاقت أو قاربت حتى بالأحرى 3%. الهانكسين كان ارتفع بقوة. الكوسبي مؤشر كلية جنوبية كان مغلق معظم الأسبوع الماضي، ولكن كان أنهى الأسبوع على بعض المكاسب. ومؤشر أستراليا كذلك مكاسب بواقع 1.3%. نلقي نظرة سريعة على أسعار السلع. كنا تابعنا مكاسب جيدة جدا على أسعار النفط. لاحظوا برنت ونايمكس ارتفع بأكثر من 4% بعد أسبوعين متتاليين من التراجع. وأسعار الذهب كانت أغلقت على مستويات قياسية جديدة، مستويات 2621 دولار للأونصة، أضاف حوالي 1.7% على مدار الأسبوع الماضي.